غزالة ديالين، نتمنى تكونوا على خير وبخير وتكونوا في احوال جيده ان شاء الله. اول حاجه كنبغي نقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، على لي كومونتير ديالكم، على الكلام الزوين اللي كتخليو ليا، راه كنقرا كل شيء وكنحاول انني نجاوبكم، شكرا بزاف. بغيف اليوم جيت بغيت نشارك معكم واحد شيوه، ولا تقدروا تقولوا شيوه في جوج شيوات، هو حاجه وحده وغادي ندير لكم جوج حوايج او ميم طون. اليوم بغيت نصايب لكم هذاك الخبز اللي كيعملوا فيه الزريعه من الفوق، وتقدروا تستعملوه حتى للفطور، اولا تقدروا تستعملوه حتى في اليوم برجر، ولا تقدروا تستعملوه في شي ما بغيتوا. انا هذا هو الخبز صراحه اللي كنشري دائما باش كنفطر به، وقلت علاش ما نصايبوش في الدار وفي نفس الوقت نشاركوا معكم. في نفس الوقت الجو تبدل، البرد والشتاء عندنا بزاف، وبما اننا مقبلين على فصل ديال الشتاء بغيت نشارك معكم واحد الحاجه اللي هي تشهيت هاليوم مع هذا البرد هذا، اللي هي البصاره الشماليه، بصاره طنجاويه. الوغ كيف ما قلت لكم البصاره معروفه في الشمال، كيصيبوها بواحد الطريقه اللي هي زوينه زوينه زوينه، وانا عارفه عندها المحبين ديالها والمعجبين ديالها كثار، ولكن ماشي اي واحد كيعرف يصيبها بهذيك الطريقه الزوينه، ديك الطريقه البنينه. دونك اليوم غادي نوريكم السر من اسرار باش تطلع لكم البصاره زوينه زوينه زوينه، وفي نفس الوقت راه في هذا البرد هذا غادي تفيدنا، تفيد الوليدات ديالنا، كتسخن مفيده وخفيفه على الذات ديالنا. دونك كاين البرد بزاف، غادي نمشي نلبس البينوار ديالي ونتلاقاو في الكوزينه، خليوكم معايا، فرجه ممتعه ان شاء الله. السلام عليكم. في قصريه حطيت نص كيلو ديال الدقيق مخلط ما بين الدقيق الفورس العادي والدقيق، عملت كاس ونص ديال الفينو. بالنسبه للدقيق كيبقى حسب الاختيار ديال كل واحد واش بغى يعمل الزراع اولا، شحال القياس اللي نتوما بغيتو تعملو. هنايا عندي جوج معالق ديال الحليب المجفف، كاس ديال الماء، عندي معلقه ديال السكر، وعندي الخميره ديال الخبز، وغادي نستعمل بيضه، وعندي الملح طبعا حسب الذوق والرغبه. في خلاط كهربائي غادي نوضع كل من داك الكاس ديال الماء والجوج معالق ديال الحليب بودره. الحليب بودره كيعطي واحد الهشاشه للخبز وكيجي محمر، كيجي فيه واحد المذاق زوين البنات. ننصحكم انكم تبقاو تستعملوا الحليب المجفف حسن من الحليب اللي كيكون سائل. صافي غادي نوضع الخميره ديالي، وغادي نهرس ديك البيضه، وكيف ما قلت لكم الملحه، وداك السكر ضروري غادي نعمل واحد المعلقه باش كيعطينا ديك التحميره ديال الخبز، وتا في المذاق كيجي فيه ديك المذاق زوين. هنا هرست هذيك البيضه، غادي نوضعها حتى هي، وغادي نعمل كاس ديال الزيت. بيان سور انا غادي نستعمل الزيت البلديه، راه الا شفتوا الكاس ما عنديش عمر، حيت هذا كاس ولكن كبير شويه، ما عنديش الكاس الصغير اللي ناخذ لكم عليه القياس. اللي بغى يستعمل الزيت المائده يستعملها، انا كنستعمل الزيت البلديه، كتعطي حتى هي واحد المذاق زوين مع الخبز. صافي كيف ما قلت لكم الملح حسب الرغبه، وهنا صافي كنطحن كل شيء، كنخلط كل شيء مع بعضياته، وهذا الخليط هذا هو اللي غادي نديه غادي نعجن به داك الخبز. بالنسبه للعجين انا ما غاديش نستعمل للروب ولا حتى شي حاجه، هذا كيعجبني نستعملوه غير الا كنت نصايب كيك ولا شي حاجه. بالنسبه للخبز كيعجبني نخلطها بيدي وندلكها مزيان، الخبز راكم عارفين خاصها تدلك، وكتبغي الخاطر تدلك واحد شويه. الوغ من بعد صافي غادي ندير واحد الحفيره في الوسط، وغادي نخوي فيها داكشي اللي انايا طحنت، وغادي نجمع بيان سور الا بقات ناقصاني شي حاجه، راه غادي نكمل بالماء يكون دافي. صافي غادي نبقى نخلط كل شيء، غنحرك كل شيء مع بعضياته. عرفتي هنا البنات كانت كتشم واحد الريحه ديال الزيت البلديه مع ديك الخميره، عرفتي كانت كتشم واحد الريحه غزاله غزاله كيف ما كتشوفوا. صافي انا خلطت كل شيء هنا مع بعضيته صافي، ومن بعد غادي نكمل بالماء. كيف ما قلت لكم انا غادي نعجن الخبز بيدي من بعد ما دلكتها مزيان، ما بغيتش نطول عليكم لا فيديو، غادي نخليها هنا ترتاح، وغادي نغطيها بالفيلم الومنتير.
صافي وغادي نخليها من نخليها من 15 دقيقه حتى ثلث ساعه غادي تخمر مزيان. هنا كناخذ ديت الطاوه ديالي وحطيت فيها هذاك البابي ديال الزبده اللي باش ما كتلصقش لينا اولا. المهم حيت انا العجينه راه خليتها خفيفه البنات، العجينه ما تخليوهاش قاسحه باش تطلع لكم الخبز زوين، كتخليو العجينه ديالكم تكون خفيفه. وهنايا هذا هو البكيه ديال ديك الزرارع اللي انا غادي نستعملها من الفوق، راه كتجي مخلطه فيها الزريعه كامله، فيها مهم الزريعه ديال نوار الشمس، فيها ديال القرعه، فيها ديال السيسامو اللي هو يا الجنجلان. مهم كتجي مخلطه طبعا كل واحد وعلى حسب الباكيه اللي غادي ياخذ وشنا هما الزرارع اللي كيكونوا متوفرين فيها. وفي نفس الوقت غادي نخلي العجينه ديالي ترتاح، غادي نمشي نوجد معكم البصاره. هادو هما المقادير عندي، هنايا جلبانه وكين عندي الفول، غادي نستعمل نص كيلو يكون فيه الفول بيان سور اكثر من جلبانه. الجلبانه ما كنعملوش بزاف باش ما تجيش لنا البصاره خضراء، الحار حسب الرغبه. الكمون والثومه والزيت البلديه اللي انا غادي نطيب بها بيان سور، زيت البلديه بدون شك وبدون تفكير. كيف بغي ما بغيت نقول لكم واحد الحاجه بالنسبه للثومه، انا راه ما كنرميهاش طيب مع البصاره في الاول، حيت الا طيبتوها في الاول مع البصاره صافي كيمشي لي هذاك الجهد، وهذا هو السر اللي بغيت نقول لكم. حيت انا حضرت على بزاف ديال الناس كيطيبوا البصاره اوكي ملي كيكونوا عيطلقوها كيرميو في هذيك الثومه، الا رميتوا فيها الثومه صافي كيمشي ليها الجهد وما كتبقاش ما كتطلع لكمش البصاره زوينه. كيف ما بغيت نقول لكم حاجه اخرى بالنسبه للبصاره، فاش كردوها تطلق راه كتخرج لينا على الجميله ولا على الكوكوت، كترجع لينا داك الشيء كحل. دونك انا استعملت الكوكوت عندي قديمه شويه. صافي كنديروا البصاره ديالنا كتسلق وفي نفس الوقت كنرجعوا لهنايا العجينه ديالنا. كيف ما شفتوا الطبسيل درت فيه داك الزرارع، واحد الطبسيل درت فيه الماء، وهنا غادي نبقى اول حاجه غادي نحيد من هذاك الهواء، راه تنفخات مزيان. وكيف ما كتشوفوا العجينه راه خليتها مرخوفه ما جاتش قاسحه، راه مرخوفه داكشي علاش دهنتها بزيت بلديه باش ما تلصقش. غادي نبقاو نديرو كويورات، والكويورات حسب الحجم اللي نتوما بغيتو، كويورات صغار اولا كويورات صغار أو كبارين. انا عملتهم على هذا الشكل هذا حيت راه مازال غادي يتنفخوا. بغيت نعطيكم واحد السر اخر البنات، انا فاش غادي ندير هاد الكويورات راه ما غاديش نخليها ترجع تخمر من بعد، لا العجين ديالي انا فاش عجنتها عطيتها الخاطر مزيان وخمرت مزيان. هنا صافي غادي نكورها، غادي نغطسها في شويه ديال الماء وغادي نعملها في هذيك الزريعه ديالي مزيان، كنبرك عليها بهذه الطريقه صافي. وغادي نبقى نستفهم في الطاوه. السر اللي بغيت نقول لكم هو الفران ما غاديش تشعلوا عليه يسخن عاد ترميو فيه الخبز، لا غادي تصايبوا الخبيزات ديالكم هكا كاملين، غادي تطفوهم في الطاوه وغادي تدخلوهم الفران، وعاد عادي تشعلوا على الفران درجه الحراره 180، ما حد داك الفران كيسخن والحراره والصهد كيطلع في داك الخبيزات وهما كيزيدوا يخمروا وكيزيدوا يتنفخوا. هذا هو السر اللي بغيت نقول لكم. دونك العجينه كنعطيوها تخمر غير في الاول، ومن بعد ملي كنديروا هاد الكويورات هادو صافي كنغطسوهم شويه الماء باش يهزوا لينا ديك الزرارع، ومن بعد كنغطسوهم في الطبسيل اللي فيه الزريعه هكا مزيان من الجناب صافي. وكنبقاو نستفوا في الطاوه وكندخلوهم الفران، كنشعلوا الفران درجه الحراره 180 وما حد الفران كيسخن عليهم وهما كيتنفخوا. دونك بلا ما تعاودوا الطريقه جوج المرات البنات، بلا ما تخليوا العجينه ترتاح ومن بعد تخليوا الخبيزات ديالكم يرجعوا يخمروا. كيف ما كتشوفوا انا هنا راه انا عيك كنقطع العجينه كنديرها كويوره، وراه ما كنبقاش ندلك فيها باش ما تهبطش منها داك الخميره اولا داك النفخ ديالها ما يطلعش. صافي كنبقى غاده بهذه الطريقه هذه حتى كنسالي داك الخبيزات ديالنا. بيان سور كل واحد غادي يدير الشكيل اللي بغى، كيف ما قلت لكم الخبيزات سواء كبار اولا صغار، وانا هنا غادي بغيت نعمل حتى واحد الشكل يكون شويه بحال الا داك الخبيزات صغيورين بحال شكل ديال الكومير صغير، بحال شكل ديال الباكيت ديال لي ساندويتش. غادي نعمل نص هكا كويورات وواحد ثلاثه بغيت نجربهم يكونوا هكا طوال شويه بالنسبه لي ساندويتش اولا اي حاجه بغيتوها. فوالا كيف ما كتشوفوا، المهم راه مع يدي كنغطسها في الماء راه هذيك الزرارع كامله بقات كتلصق ليا في يدي. وغادي نكملوا على العجين ديالنا. هنا انا درتهم على هذا الشكل هكا طويل كيف ما قلت لكم.
الطاوة الأخرى راها صافي عمرات ودخلتها أنا الفران وشعلت عليها الفران. وهذه الطاوة الثانية غادي ناخد موسيكون هكا بسنين فات غادي نغطسه شوية في الماء وبغيت نشرطهم هكا شي شوية باش الكومير ديالنا منين يطيبوا لهذوك لي ميني باغيت منين يطيبوا يجيو هكا مفتحين وديك الزريعة فيهم كيجي الشكل ديالهم زوين البنات. كنظن الطريقة راها سهلة ومبسطة وما غادي تخسروا حتى شي حاجة بالنسبة للبنات ولا اللي كيبغيو يديروا الخبز في الدار. سهلة الطريقة هذه. البصلة ديالي كيف ما كتشوفوا انا سلقتها غير بالماء وما درت لها لا ملح لا حتى شي حاجة صافي غير غسلت هذاك الفول ديالي جلبانة درتهم في الكوكوط خويت عليهم الماء صافي ورديتهم يطيبوا طابوا ربع ساعة على النار. من بعد صافي كنزيد ملي كنطفي عليها كنلقاها الا كانت نقصت من الماء كتزيدوا ليها الماء بالنسبة اللي كيبغي يدير البصلة تجي خفيفة شوية بحال اللي كتعجبني انا. رزت ليها واحد جوج سلايف ديال الماء حركتها مزيان وهنا بديت كنطحن صافي كناخدو الخلاطة ديالنا الكهربائي وكنبقاو نطحنو في البصرة ديالنا. هنا حليت لكم الفران وشفتوا معايا هذه الطاوة الاولانيه ديال الخبيزات الاولى اللي درت كيف ما كتشوفوا راه الصهد بدا كيطلع معاهم وهما بداو كيتحلوا وكيتنفخوا جاوا زوينين بزاف. من بعد ما طحنت هذيك البصرة ديالي خليتها على جنب وخديت هنايا المهراس كيف ما كتشوفوا المهراس ديال اللي عندنا هنا في اوروبا راه ما كاينش هذاك ديال الحديد دونك غادي نستعينوا بهذا ديال الخشب. كناخذ ديك الثومه ديالي كامله وكنوضع الملح دابا حتى نديروا الملح وطبعا الملح كيف ما كنقول لكم حسب الذوق وحسب الرغبه ديال كل واحد وغادي نعمل مع هذاك جوج مزيودات ديال الحار وغادي ندقها مزيان. من بعد ما غادي ندقها غادي ناخذ هذيك الكوكوط اللي سلقت فيها البصره غادي ندير فيها كاس ديال الزيت البلديه مع ديك التويمه بالملح والحار اللي انا دقيت غادي نشعل عليها البوطه وننقص باش ما تحرقش ليا ديك الثومه مع الزيت. وغادي ناخذ هنا هذه البابريكا اولا الفلفله الحمراء غادي نديروه معلقه صغيره البنات ما تكثروش سينو غادي تجيكم البصره حمراء. انا بغيت نعطيها غير داك الطوكي ديال ديك اللوين بحال الا حمير ذهبي باش ما تجينيش البصره لونها عادي. وغادي ندير معلقه ديال الكمون ما تكثروش منها بزاف البنات باش ما تجيكمش مره. وبيان سور ملي كطيب ديك الساعه عاد كنضيفوا ليها الكمون على حساب كل واحد والذوق ديالو. من بعد ما كنكون شعلت عليها وسخن ليا داك الزيت كيف ما قلت لكم معلقه صغيره ديال الحمراء ولا البابريكا مع معلقه ديال الكمون غناخذ السلافه اللي انا طحنت فيها داك البصاره وحطيتها وغادي نبدا نضيفها على داك الخليط اللي عملنا ديال الزيت البلديه والكمون والتويمه. صافي هنا على نار مهيله كيف ما كتشوفوا اللون البنات شوفوا راه ما جاتش حمراء هذيك المعلقه اللي انا ضفت ديال البابريكا يا بحر عطاتني غير داك الكولور غير واحد الطوكي اللوين. صافي كنبقى نحرك وكننقص ليها على نار مهيله كنخليها تبقى تغلي. هنا راه غادي تبقى تعمل لكم بحال واحد الكشكوشه واحد الرغوه من الفوق نتوما غادي تحاولوا تحيدوا ديك الرغيوه كامله من الفوق بالمغرفه وتخليوها تعلق مزيان البنات من 10 دقائق حتى لربع ساعه كتشحر مزيان على نار تكون مهيله وكتكون البصله ديالنا وجدات. هنا الطبيله ديالي ها هي وجدات بيان سور ما نقدرش نشرب ناكل البصله بلا زيت البلديه زيت البلديه ضروريه كيف ما كتشوفوا هنا راه انا غرفتها في الطويجنات ولا هاد التويكرات رافقتها بالشطون. البقوله ضروريه كانت عندي في الكونجيلاتور جبدتها حتى هي شحرتها وبريريت ديال اتاي المغربي اتاي المغربي بالنعناع. هنا الخبيز ديالنا ها هو وجد كيف ما كتشوفوا جهشيش وغزال كيشهي. وهنا غادي تكون سالات الشهيوه ديال اليوم اولا الوصفه ديال اليوم. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم مرفوقه بالبقوله والبريريت ديال اتاي كيف ما قلت لكم اتاي المغربي بالنعناع المغربي هذا ضروري مع البصاره راه الا كليتو البصاره وما شربتوش معها اتاي راه شي ما قديتو. هذه هي الوصفه ديال اليوم كيف ما كتشوفوا الشطون مقلي مع بريد ديال اتاي وتويكرات ديال البصاره والخبز اللي صايبت لكم بالزراره. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم تجربوها وما غادي تخسروا حتى شي حاجه.